بسم الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر سبحانه وتعالى. ربنا اهدنا إلى سواء السبيل يا معين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته، ورضوان ولا عدوان إلا على الأوبش الآن. ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بين لكم. ربي قال لكم ما تنجمش تلوموا، قد بين لكم الآيات إن كنتم تعقلون. يعني القرآن ماهوش صعيب باش تفهموا، لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ما عليكم كان ترجو رجوع الراجعين للرحمن حقا لتتدبروا آيات القرآن وتخرجوا بهذه البينات من ظلمات إلى نور الرحمن والسلام.